مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنوك واستثمار. معكم إسماعيل حماد. حلقة النهاردة خاصة جدا، هنتكلم فيها عن واحد من أهم بنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصري، وإزاي بيساعد الاقتصاد المصري على النمو، ودور هذا البنك في الناحية المجتمعية أيضا، بنك العربي الإفريقي الدوري. وده هيكون مع ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ إسماعيل. أستاذ شريف، يعني لما نتكلم عن البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو يمكن بنك له اسم كبير في السوق المصري، واحد من أهم بنوك القطاع الخاص، عايزين نعرف الرؤية، رؤية البنك، الاستراتيجية البنك اللي بيشتغل فيها داخل السوق المصري، ويمكن أهم المحاور التنفيذية لهذه الاستراتيجية. طبعا قبل ما أخش على الاستراتيجي والمحاور الرئيسية الاستراتيجية دي، لازم برضو نقول أن البنك العربي الأفريقي طول عمره هو من أكبر بنوك العاملة قطاع خاص في مصر، هو ثالث أكبر بنك قطاع خاص في مصر، وعلى مدار السنوات من ساعة ما أنشئ في منتصف الستينيات، وهو الحقيقة يمكن مر بمراحل كتيرة، ولكن في العشرين سنة اللي فاتوا حقق تواجد مهم جدا في السوق المصري، وميز البراند أو الاسم بتاعه كأحد البنوك الرئيسية، وخاصة في مجال تمويل الشركات والمشروعات الكبرى. التحديد استراتيجية أي بنك الحقيقة بتبقى دايما بتأثر فيها عنصرين مهمين جدا. واحد هو انت عايز تاخد البنك ده يبقى فين في الفتره اللي جايه، على مدار 3 لـ5 سنوات، وفي نفس الوقت انت كمان لازم تعالج الاستراتيجيه، تعالج ما هو ممكن يكون نواقص او متغيرات كانت مناسبه الفتره السابقه ما بقتش مناسبه في الفتره الحاليه. صحيح. تطوير، فكره التطوير علشان يكون الاداء متناغم ما بين العاملين دول وينتج عنه النتيجه المستهدفه من الاستراتيجيه. البنك العربي الافريقي بالنسبه للاستراتيجيه اللي احنا بنستهدفها اللي هي 21-25، ودي استراتيجيه تم اعدادها الحقيقه عن طريق الاداره التنفيذيه للبنك بمختلف مستوياتها، بالاشتراك مع مجلس اداره البنك، وخدت مننا وقت ومجهود كبير قوي، وبالاشتراك مع يمكن من اكبر المكاتب العالميه كمستشار مالي لاعداد الاستراتيجيه دي، فتره قعدت 8 شهور. اعتقد انه كل قطاعات البنك اشتغلت فيها، بنسميها يعني من المستويات الاداريه الدنيا الى المستويات العليا، لان حبينا المره دي نشوف تبقى الاستراتيجي بتعكس افكار القائمين على الاعمال او الانشطه الرئيسيه في البنك، ما تبقاش جايه من فوق وينفذ، يعني يبقى الناس بتشارك كمان في وضع الاستراتيجي، لازم يكون، لان هم الحقيقه في الاخر هم نقاط التواصل مع السوق، وهم بيبقوا ادرى من اي حد موجود في البنك بتوجهات السوق. صحيح. المؤثرات اللي بتحصل فيه النهارده ومستقبلا، وطبعا بيبقى فيه الرؤيه بتاعت الاداره التنفيذيه. طيب الرؤيه ككل. حضرتك قلت احنا عايزين نكون فين، البنك عايز يوصل ليه؟ البنك عايز يحقق حاجتين اساسيتين، منها ينزل بقى المحاور كلها التفصيليه الاستراتيجيه. اهم حاجه ان البنك عايز يوصل يكون انه مؤسسه ماليه مرنه، قادرة على مواجهة التغيرات في السوق بدون ما هو يتأثر أعماله بشكل كبير. علشان الكلام ده زي ما بيتقال كده يمكن هو سهل، بس عشان نوصل له هو في منتهى يعني تشالنجينج جدا، هو صعب جدا، في تعقيد طبعا، لأنه لازم يتخلق أدوات كتيرة جوه البنك تمكنه منه يتفاعل ويتعامل مع المتغيرات اللي في السوق بمنتهى المرونه، من غير ما يتاثر اعماله بشكل كبير. ده الهدف الاساسي. الهدف الاخر ان انا عايز نوصل البنك العربي الافريقي ان شاء الله ان التعامل معاه ما يبقاش بتتعامل بمفهوم مؤسسه مصرفيه كبيره ليها تعقيداتها، وبرضه المفهوم بتاع البنك لدى المواطن او الناس هو انه يعني جهه معقدة جدا، وجهها يعني ليها هبتها، ورقة وقلم بقى، وانا هاخد كام في الاخر، وليها يعني هبتها كده، وليها المسألة يعني دي هتتغير، هتبقى عايزين نغيرها جدا. يبقى التعامل مع البنك العربي الافريقي تعامل فيه شيء من السهولة والمرونة، ونوصل لدرجة انه يبقى فيه تعامل ممتع، الاكسبيرينس في انك تتعامل مع البنك، خبرتك في التعامل مع البنك تكون خبرة
ممتعه يعني سلسه نوصل لان البنك يكون اسلوب حياه يعني. اسلوب حياه بالظبط. احنا دايما يعني نامل انه في الاخر من خلال دراسه عملائنا سواء القائمين او المستهدفين، من خلال دراسه امكانياتنا كبنك ان احنا نمنح منتجات بنكيه متنوعه وكثيره، عايزين نوصل لان احنا نبقى حافظين طريقه حياه عملائنا، محللين تصر زي مثلا استاذ اسماعيل عارفين ان هو كل شهر بيدفع فواتير معينه للكهرباء للميه للعربيه للبيت الى اخره، عنده اولاده مصاريف جامعه، فنحفظ كل الكلام ده بحيث ده هيساعدك فيه. نقدر نروح نقول لك استاذ اسماعيل احنا عارفين كويس قوي نمط حياتك، وبالتالي احنا نمنحك المنتجات البنكيه اللي تناسب المناسبه ليك. فحضرتك تقول لنا يعني اوكي ولا لا. ده فكره تحليل علوم يعني علوم تحليل البيانات والبيج داتا والكلام. طيب احنا لما يعني عشان نوصل لهذه المرحله اكيد في خطوات تنفيذيه البنك هيشتغل عليها كثيره يعني تمويل الشركات وايه الجوانب الاخرى الاستراتيجيه. فاحنا بالنسبه لتمويل الشركات هنتوسع في شرائح اخرى من الشركات الكبرى، مش بس هنتخصص في الشركات الكبرى، هنتخصص برضو في المجالات الشركات المتوسطه والصغيره، ده بالنسبه لتمويل الشركات. وهنبقى كمان على مستوى المنتجات منتجات مختلفه. احنا معظم المحفظه بتاعتنا هي مبنيه على اساس الاقراض، وده طبعا نشاط رئيسي البنوك، لكن احنا بنحاول ندمج مع الاقراض منتجات تناسب الشركات مختلفه وفيها اعتماد بدرجه كبيره على التكنولوجيا. فيما يخص مثلا الافراد، احنا طبعا البنك كان يمكن تواجده كان ضعيف جدا في مجال تمويل الافراد او التجزئه بصفه عامه، وكان بيمثل يعني نشاط التجزئه نسبه قليله جدا ضئيله جدا من ارباح البنك، بالرغم ان البنك عنده شبكه فروع محترمه جدا، يعني احنا في حوالي 90 فرع ما بين موجودين في مصر ويمكن وفي الامارات كمان في فرعين. صحيح. فالتواجد موجود والبنيه الاساسيه بتاعت شبكه فروع موجوده والموظفين موجودين، ولكن ما كانش متوسع في تمويل الافراد، ما بيقدرش الارباح. احنا فعلنا النشاط ده بقوه في السنتين اللي فاتوا الحقيقه، والبنيه التكنولوجيه بتاعتنا هي اساسها انها تقدر تمكن ان العميل يبقى عنده منتجات متنوعه وكويسه، واداء البنك جوه البنك نفسه كمان يتسم بالسرعه والسهوله، بحيث ان تجربه العميل اللي انا قلت لك حضرتك عليها الاول تكون التجربه ممتعه، مش بس ان المنتج كويس، بس كمان وانت بتتعامل مع البنك عشان تاخد المنتج او عشان تتعامل على المنتج تكون كلها سموث يعني سلسه وسهله. سلسه وسهله. طيب يعني لو جينا نبص على المحاور الرئيسيه زي ما حضرتك قلت، جزء خاص بتمويل الشركات، جزء خاص بالافراد، والتطور التكنولوجي بطبيعة الحال والتحول إلى الصرافة الرقمية يعني والتطوير الرقمي داخل البنك، يمكن ده المتشابك مع كل الأطراف يعني. لو هنتكلم على تمويل الشركات، احنا بطبيعة الحال عارفين البنك العربي الأفريقي تاريخيا هو بنك من البنوك المهمة اللاعبين الرئيسيين في تمويل الشركات داخل السوق المصري. ايه التغيير او المفهوم اللي اتغير عند البنك النهارده؟ ايه التغيير اللي هيدخل على قطاع تمويل الشركات علشان نشوف منه اداء افضل خلال الفتره اللي جايه؟ هو زي ما حضرتك استاذ اسماعيل بالظبط اشرت ان البنك كان قوي جدا وحقق نجاحات كبيره جدا في مجال تمويل الشركات الكبرى، وعلى مدار السنين عمل اسم كويس وعمل علاقات مع عملاء في كافة القطاعات. الحقيقة احنا التغيير اللي بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا يبقى عندنا قاعدة عملاء اكبر في تمويل الشركات، فنتوسع على مستوى قاعدة العملاء ونتوسع على الشرائح المختلفة للشركات نفسها. فبدل ما ان احنا هنبقى كنا مركزين جدا في الشركات الكبرى قوي اللارج كوربت او الشركات الضخمة الكبيرة الموجودة في السوق، هتبدا تاخد شرائح اخرى عملاء اقل، احنا بنكبر عدد العملاء وبننزل لشرائح في سوق الشركات بنسميها يعني الميدل كاب او الشركات المتوسطه، وكمان انشانا اداره طبعا شركات تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، وابتدى يمكن لسه رئيسها الجديد انضم البنك حديثا يعني. يعني قبل ما نتكلم في المشروعات الصغيره والمتوسطه، وهي مهمه، مساله مهمه جدا ويمكن الدوله بتهتم بيها بشكل كبير، لكن المشروعات الكبرى والشرائح اللي حضرتك هتدخل فيها خلال الفتره الجايه او اوريدي بالفعل بداتوا الدخول هذه الشرائح، اكيد ده عمل تنوع
داخل البنك، بدأ يدخل في قطاعات جديدة ما كانش موجود فيها. صحيح. هل مسألة التنوع دي مهمة بالنسبة للبنك ومن ناحية تانية بالنسبة للاقتصاد؟ لا ده أساسية. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، لأن التنوع ده هو يمكن احنا مشينا كده على الاستراتيجي سريعا وقلت لك انه هدف البنك انه يكون يقدر يتعامل مع الازمات او المتغيرات بشكل مرن. اساس قدرته على التعامل مع هذه المتغيرات بشكل مرن مساله التنوع، بالاضافه الى عوامل كثيره، هو مساله التنوع دي. ومساله التنوع بالنسبه لتمويل الشركات، عشان كده احنا استهدفنا ان احنا ندخل في شرائح من السوق مختلفة ونوسع قاعدة العملاء. لأن بطبيعة الحال لما أنت بتبقى متخصص عندك عدد عملاء معين وبتكبر في العدد ده فقط، فحجم التعامل بيبقى للعميل بيبقى أكبر كتير. ميزة ويمكن كان مناسب في وقت من الأوقات، لكن في المستقبل ما نقدرش نمشي بالطريقة دي. لأن حسابات المخاطر يعني التنوع شيء مهم. لو حصل مثلا اي تعامل في السوق يعمل مشاكل كبيره مثلا، طبعا لو هي تغير في قطاع معين او صناعه معينه او عميل معين في اي وقت، ده بيخلق مشكله شويه تكون التاثير على البنك مؤثر، وده احنا عانينا منه الحقيقه السنه. فالتنوع هيساعد البنك من ضمن واحد من الادوات ان هو ده توجه استراتيجي اكيد في الكوربريت وفي الكونسيومر بانكينج. طبعا هو والتجزئه المصرفيه هي الاساس اللي بتحقق التنوع ده على مستوى الاموال والعملاء. يعني إذا كنا بنتكلم على الشركات وتمويل الشركات، مصر النهاردة يعني العمل فيها على قدم وساق وما بيقفش ليل نهار في المشروعات التنموية، كل يوم بنشوف مشروعات جديدة. دور البنك العربي الإفريقي النهاردة داخل السوق المصري إزاي نقدر ندلل عليه بالأرقام في تمويل المشروعات الكبرى اللي بتحصل في البلد، في تمويل المشروعات المختلفة؟ يمكن حضرتك قلت إحنا بنمول شرايح مختلفة من العملاء، يعني بنقدر ندل عليه ازاي بالارقام؟ شوف احنا حصل طبعا الفترة السنتين اللي فاتوا دول المحفظة بالرغم من ان السوق عانى كتير بموضوع الكوفيد الى اخره، وبالرغم من ان ممكن يكون احنا كمان كبنك تحديدا واجهنا شوية تحديات في المحفظة الائتمانية بتاعتنا، ان احنا في اطار اعادة هيكلتها خدنا مخصصات وقعدنا يمكن جدولة حسابات إلى آخره، بالرغم من أن العنصرين دول سواء داخليا أو اللي بيواجهنا في السوق، لكن محفظة الائتمان حافظت على مستوياتها وقدرنا نزود عدد العملاء في القطاعات زي ما كنت قلت لحضرتك في قطاعات مختلفة، ويمكن شاركنا في تمويلات كتيره بالنسبه لمطورين عقاريين، بالنسبه لمشاريع المقاولات، يعني ترانزاكشنز تخص المقاولات، يمكن اخرها كنا مع البنك الاهلي بمشاركه ومجموعه بنوك اخرى، بنك مصر بنك القاهره ومجموعه بنوك اخرى في قرض كبير للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. فالبنك تواجد من حيث العمليات المصرفيه او العملاء في أكتر من قطاع، ولكن اللي حصل ده قليل للي المفروض إن شاء الله يبقى مقارنة بتطلعات البنك بداية الاستراتيجي. لأن زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمله في وقت كنا بنتعامل مع تحديات داخلية في إعادة هيكلة المحفظة، إعادة بناء النظام التكنولوجيا بتاعت البنك والإجراءات وكل الإجراءات وفي نفس الوقت في كورونا، وفي نفس الوقت صحيح. السوق ما بيكبرش أو مش مساعد، ويمكن احنا يمكن احسن الاسواق اللي في المنطقه او يمكن في السنه اللي فاتت يمكن السوق الوحيد اللي كان عمل نمو ايجابي كاقتصاد، ومع ذلك برضو طبعا ده كان ليه تاثير لان العملاء بتوعنا في السوق بيتعاملوا مع العالم الخارجي. صحيح. والعالم الخارجي كان كله متوقف، فده كان ليه تاثير علينا. احنا كبنك الفتره اللي فاتت دي هي مجرد بناء، التركيز على البناء البنيه التحتيه، لان السنه الجايه احنا نكون انتهينا من صحيح 80 او 90% من المرحله دي، وتبقى دي مرحلة ان العميل يحس بقى بفرق كبير ان شاء الله. يعني هنتكلم بقى عما يخص العميل بشكل مباشر في خدمات الافراد وحتى يمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك الكلام المهم عن استراتيجية البنك والدور اللي هيلعبه خلال الفترة اللي جاية. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ شريف علوي مرة تانية، ابقوا معنا.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية، وهنكمل كلامنا عن البنك العربي الافريقي الدولي وبيعمل ايه داخل السوق المحليه من دعم الاقتصاد وتوفير خدمات مصرفيه تلائم جميع شرائح المجتمع المصري، مع الاستاذ شريف علوي نائب رئيس مجلس اداره البنك والعضو المنتدب للبنك. استاذ شريف، يمكن احنا اتكلمنا عن جزء مهم جدا من الاستراتيجي بتاعه البنك وازاي ورؤيته داخل السوق في الجزء الاول من هذا اللقاء، لكن يمكن في جزء يهم الناس بشكل مباشر اكتر، يمكن الشركات، تمويل الشركات الكبرى طبعا بيوصل للمواطن في النهايه بشكل غير مباشر، لكن لما بنيجي نتكلم على قطاعات مهمه جدا هي قطاعات تمويل الافراد او توفير الخدمات المصرفيه للافراد والمشروعات الصغيره والمتوسطه، ويمكن دي من اهم القطاعات داخل السوق المصري اللي بتساعد على النمو الاقتصادي، اللي بتساعد على توفير قدر أكبر من الوظائف داخل السوق المصري. البنك بيعمل إيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير والمكثف من الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي بهذا القطاع الحيوي؟ الحقيقة يعني المشروعات الصغيرة المتوسطة هو مش بس مهم للدولة، هي مهمة حتى لينا احنا كبنوك او البنك العربي الافريقي الدولي تحديدا، انه ده نشاط بالنسبة لنا نشاط رئيسي زيه، بالاضافة الى التجزئة المصرفية زي وبقية الكوربريت، لان المشروعات الصغيرة المتوسطة هي بتحقق لنا حاجة مهمة جدا في التنوع اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، لان هي عدد عملاء كبير، تمويلات في قطاعات مختلفة متنوعة، احجامها و بساطتها يعني تمويل بسيط مهواش معقد وحجمه بيبقى معقول، وسرعة دورانه اسرع من الشركات الكبرى، التعامل فيه بيبقى مهم جدا للبنك، وتواجده بنسبه معينه من المحفظه ده مستهدف بحد ذاته. ما كانش البنك موجود في القطاع ده؟ لا الحقيقه ما كانش موجود، يعني كان في النشاط لكن ما كانش قائم، يعني في عدد بسيط جدا يعد على اصابع اليد الواحده، يعني عاملين قطاع وعاملين رئيس لهذا القطاع جاي قريب. صحيح بالظبط، هو لسه ما بقالوش ايام يعني انضم لينا حديثا، وان شاء الله بيبني بقى عندنا طبعا مجموعه تيم موجود، لكن هو كمان هيقدر يبني ويزود التيم ده بشكل كبير، لان علينا تحدي كبير جدا. يعني البنوك طبعا سبقتنا وفي تعليمات من البنك المركزي، يعني طبعا وفي تعليمات وتوجيهات وفي قواعد مهمه جدا لازم احنا يعني نلتزم بيها، فاحنا انت بتسابق الزمن دلوقتي، احنا بنسابق الزمن بشكل عنيف جدا، واحنا ده مستهدفنا، بس كمان محطوط علينا فاكتور مش موجود او عنصر مش موجود عند البنوك الاخرى، وهو ان احنا بادئين متاخر قوي. احنا معظم البنوك بقى لها سنين في الموضوع ده، بتقدم خدمات للمشاريع الصغيره المتوسطه، فطبيعي عندها هيكل وعندها عملاء، فسهل ان هو يزود. يعني احنا عشان كده مش بس بقى عندنا تركيز على السرعه، لا احنا لان السرعه مهما كانت مش هتوصلك للي انت تعمله عايز تحققه في سنتين، لان احنا في انت بتعمل بنيه تحتيه، بتعمل يعني قاعده عملاء في نفس الوقت، يعني طبعا وفي نفس، وكمان عايزين عمليه الاستحواذ او ان احنا نضم عملاء لينا في المشروعات الصغيره المتوسطه لازم تتم شويه بطريقه غير تقليديه، لان لو انا هعتمد ان انا اجيب موظفين كتير عشان ينزلوا كل موظف يجيب عدد معين، انا عمري ما هستوفي تعليمات البنك المركزي في خلال سنتين للمستويات اللي هو طالبها. فاحنا لازم، والحقيقه احنا طموحنا يعني كمان نتعدى المحددات اللي حطيناها البنك المركزي. بس عشان نقدر نعمل كده، خليني اسال حضرتك ايه الادوات اللي ممكن البنك يعتمد عليها في انه يعني هو معادله صعبه وهو تحدي قدام الاداره الحاليه للبنك ان هو يحقق متطلبات البنك المركزي، يشارك في مبادرات التمويل للمشروعات الصغيره والمتوسطه، يبني قاعده عملاء، يعمل بنيه تحتيه، ده كله في نفس الوقت، يعني هو تحدي. فانت بتعتمد على ايه علشان، او ايه رهانك الاساسي عشان تنجح في هذه المعادله؟ بس احنا يعني الحقيقه التيم اللي موجود انا اعتقد ان هو من ناس يعني من اشطر الناس الموجودين الحمد لله، وفي كل يعني فهم وتشبع واقتناع تام باستراتيجيه البنك، ودي كانت الفكره، الهدف الرئيسي من الاستراتيجيه مش بس ما تبقاش دوكيمنت او يعني كتاب مكتوب بطريقه كويسه، بس الناس كمان تكون مقتنعه بيه وتبقى عارفه ان ده هو فعلا نقدر تنفيذه وتحقيقه في الفتره اللي احنا مستهدفينها بالطريقه اللي احنا مستهدفينها. فالتيم الحقيقه هو العنصر الاساسي لتحقيق الكلام ده، يعني ما فيش حاجه تانية ممكن يعني تبقى بديل عن القوه البشريه فريق العمل
والتالنت الخبرات والموهبه ودرجه الكفاءه في الشغل. لكن كمان ده بيخلينا نبص ان احنا نعمل حاجات بطريقه مختلفه شويه، لانه زي ما قلت لحضرتك احنا الوقت عندنا مش ساعفنا ابدا، فمش هنقدر نروح للسوق للعملاء بالطرق التقليديه، بنروح بالطرق التقليديه، لكن لازم في طرق بالتوازي معاها عشان تقدر تساعدنا ان احنا نحقق المستهدفات بتاعتنا بسرعه. فبالتالي المشروعات الصغيره المتوسطه احنا هنستهدفها بالطريقه التقليديه، ان احنا نستحوذ على وطرق غير تقليديه كمان. والطرق غير التقليديه طبعا التكنولوجيا لازم تكون هي العنصر الاساسي فيها، لكن مش بس التكنولوجيا فيما يخص البنك العربي الافريقي الدولي، لكن احنا بندي حلول للعملاء اللي هي المشروعات الصغيره المتوسطه اللي تناسبهم بالحدود التكنولوجيا اللي هي تناسب اعمالهم برضو. دي احنا بندرس الموضوع ده الحقيقه بكثافه جدا الفتره اللي فاتت دي، وعندنا يعني توجه ان شاء الله هيبتدي على اخر السنه يبان قوي انه نقدر نفيد، نبقى احنا بنك جاذب للعملاء زي ما احنا بنروح بقوه نستحوذ عليهم، هم كمان صحيح نكون جاذب كافي ليهم ان هم كمان يجوا. يعني تلاقي المصلحه، يعني يلاقي الاحتياج بتاعه عند البنك وبالتالي البنك بيديله الخدمه المناسبه. يعني لما يعني المشروعات الصغيره والمتوسطه مش بعيده كتير عن يعني الافراد او تمويل الافراد، البنك يعني وسؤال مهم، البنك ليه ما كانش موجود لفترات طويلة في قطاعين مهمين؟ يمكن يعني هم من أساس عمل البنوك في العالم، الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني إذا كان البنك مش موجود في هذين القطاعين، عايزين نعرف الأسباب اللي كانت بتؤدي إلى ده، وإيه اللي حصل علشان البنك بدأ يعيد حساباته ويفكر بشكل مختلف النهاردة ويبدأ يتوسع على عكس اللي كان حاصل في البنك، اهتمام بشركات كبرى بس. النهاردة البنك بدأ يتواجد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وينوع الشرائح داخل محفظته الائتمانية بشكل يعني كبير، وكمان يبدأ يتوسع أكتر في الخدمات اللي بيقدمها للعملاء الأفراد. ده نابع من ايه هذه الثقافه الجديده على البنك؟ برضو عشان بشان يعني عدم تواجده في التجزئه المصرفيه والمشروعات الصغيره المتوسطه، دي بتبقى يعني زي ما احنا عاملين استراتيجيه 21 25 رؤيه اداره، يعني زي ما كان في برضو استراتيجيات قبل كده، وكل استراتيجيه بتناسب توجهات الاداره في الوقت ده. فأيا كان طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل النهارده عشان هذه الثقافه اتغيرت؟ لازم الحقيقه تبقى تتغير، لانه قد تكون مناسبه في وقت من الاوقات وحققت نجاحات البنك في وقت من الاوقات، بس الحقيقه ما نقدرش بالتطور اللي بيحصل في السوق النهارده نكمل بنفس الطريقه بحجم الكومبلكسيتي التعقيدات والتحديات اللي موجوده في السوق والتنافس كمان داخل السوق والتنافس اللي موجود، واقدر ابقى ماشي بنفس الطريقه اللي هي كانت فيها التركيز على العملاء في الشركات الكبرى فقط. لازم التوسع في المشروعات الصغيره المتوسطه، ولازم اساسي التوسع في التجزئه المصرفيه. وهدي لحضرتك مثال بسيط جدا، يعني اولا التنوع طبعا عن طريق العدد العملاء وتنوع مصادر الربح للبنك. يعني انا ما اقدرش ان انا النهارده ربحيه البنك، لو انا عايز اضاعف ربحيه البنك ما ينفعش اضاعفها من نفس عدد العملاء من نفس عدد الشركات، لازم انوع العملاء، لازم انوع القطاعات الاقتصاديه اللي انا بشتغل فيها، ولازم انوع المنتجات اللي انا بطرحها للعملاء دول. فبالتالي انا لازم اتوجه لقطاعات مختلفه في الشركات، منها الشركات المتوسطه والصغيره كذلك. التجزئه المصرفيه هو توجه يعني استراتيجي لا خيار فيه، يعني لان اولا البنك بنى البنيه التحتيه اللي تخص التجزئه المصرفيه. انا زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا عندنا شبكه فروع محترمه جدا موجوده في مصر وموجوده في الامارات، وعندنا موظفين قادرين وعلى اعلى درجه من الكفاءه، فالطاقه مش مستغله في قطاع التجزئه المصرفيه بالظبط. فاحنا طبعا كان لازم نكبر فيه، ويمكن التجزئه المصرفيه هو بيحقق التوازن من حيث التنوع، مصادر الاموال واستخداماتها في التمويل في الشركات الكبيره تختلف اختلافا كليا عن التجزئه المصرفيه، وكمان المشروعات الصغيره المتوسطه الغير مقترضه، لان المشروعات الصغيره ممكن يبقى مودع بس، وهو ممكن يبقى مودع وممكن يبقى بيشتغل في عمليات تجاريه بدون الاقتراض، وده شريحه هامه جدا ومهمه جدا، واحنا بنستهدفها بمنتجات يعني ممتازه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. فانت التنوع ده بيساعد، يعني البنك تتنوع عنده مصادر الاموال وتتنوع عنده مصادر الربحيه، فيحصل الاستابيليتي او الاستقرار
المالي للمؤسسة. وبالتالي زي ما قلنا يمكن في الأول لو ما يحصل بقى تحديات في السوق أو تغيرات، البنك يبقى قادر أنه يستوعب ويواجه الكلام ده بدون ما يترج أو يتهز في يعني يحصل فيه تغيرات عنيفة شوية. أستاذ شريف، يعني التحول والتغير اللي بيحصل في ثقافة البنك، وده شيء مهم، يعني إزاي بتوصل هذا التغير إلى الموظفين؟ يعني الموظفين كانوا معتادين على ثقافة مصرفية أو ثقافة تعامل مع العملاء بشكل معين، بتعامل مع عملاء كبار، النهاردة بقى في شرائح جديدة دخلت عليه، بقى في ثقافة جديدة داخل البنك النهاردة، إزاي يعني بتوصلوا ده للموظف إنه يتغير حتى مع فكر الإدارة داخل البنك والمتغيرات اللي بتحصل مع السوق؟ يعني بتتعاملوا مع هذا الملف إزاي؟ اهم حاجه دي نقطه مهمه جدا حضرتك اشرت ليها، انه توافق الموظفين وخاصه الموظفين اللي هم في درجات اداريه عليا على توجه البنك. ما ينفعش ابدا في مستويات اداريه معينه ان يبقى كل واحد ماشي في اتجاه او جزر منعزله، يعني ما ينفعش طبعا، مستحيل. فلازم التوافق ده يكون موجود، وده يمكن اللي خد مجهود كبير، لان ده كان ليه في تحدي، لانه احنا بنحاول نشوف كل العناصر اللي تقدر تؤدي في توجه البنك الجديد من الناس اللي موجودين في البنك العربي الافريقي، لانهم ناس كلهم الحقيقه كفاءات ممتازه، تربت على يعني سنين طويله وعندهم خبرات قويه جدا في السوق. صحيح. لكن كمان كان مهم جدا ان نستقطب ناس من خارج البنك علشان التنوع تاني اللي يحصل، لان التنوع ده هو يعني مش بس تنوع علشان المخاطر بس، تنوع الخبرات ده هو اهم حاجه في اي مؤسسه. صحيح. وتنوع الخبرات مش لازم تيجي منك انت، يكون من بنك او اخر، بس يكون بس انت عندك تصور وتطلع انك تعرف اللي بيحصل في قطاعات اخرى، اللي بيحصل في انشطه مختلفه، اللي بيحصل في ادارات اخرى حتى داخل. صحيح. البنك الواحد. فكان النموذج ده ان الموظفين في البنك العربي الافريقي يشتغلوا في الاستراتيجي زي ما قلت لحضرتك في الاول، هم اللي شاركوا فيها واعدوها كتيم واحد في الاول، واستقطبنا خبرات كمان جديده، وتولد بقى لديهم في الاكسرسايز او الاجراء ده او وقت اعداد الاستراتيجيه، تولدت القناعه والارتباط بالاستراتيجيه، ان خلاص عرفنا ان العمليه مش عمليه الاستراتيجيه هتقول هتروح هنروح هروح انفذ من هنا لهنا، مش توقيت يعني، هي مش مساله توقيت، لا انا خلاص عرفت ايه اسبابها وليه اخترناها بالطريقه دي، شاركت عشان احقق فيها. انت بالفعل شاركت فيها، ودي افكاره الحقيقه. يعني دي مش افكار اللي اتحط جوه الدوكمنت، دي افكار مندمجه من الموظفين اللي اشتركوا فيها كلها. وكل المديرين اللي اشتركوا كده بالتالي تواصلوا مع اداراتهم اللي تحتيهم وبيكلموا معاهم في الاستراتيجيه دي. واحنا بنعمل اجتماعات، يمكن انا بعمل اجتماعات انا والاستاذ هيثم المعيرجي يمكن في الشهر مره مع شريحه مختارة من الموظفين بدون أي معايير، بنفتح كده وهم يقولوا عايزين نقابل نحضر الاجتماع الجاي، بناخدهم يمكن 25 25، تشوف ناس جديدة بتعرف منهم أفكار في البنك مختلفة، وهم كمان بيقولوا لنا أفكارهم في اللي بيحصل في البنك. فعملية التواصل هي ما كانتش بس الاستراتيجي، إعداد الاستراتيجية ده عملية مستمرة، هي مستمرة، لأن طبعا كل التنفيذ بيحصل فيه، احنا التنفيذ بيبقى عندنا خطة، بس التنفيذ عمره ما بيمشي، ده في المستقبل حاجات كتير بتتغير طول ما انت ماشي. طول ما بنقابل بقى الموظفين في الاجتماعات الدوريه دي بنسمع منهم الافكار بتاعتهم، وعلى مستويات بقول لك مختلفه خالص، يعني بيجي لنا ناس جونيورز جدا لسه داخلين البنك بقالهم سنه ولا حاجه، لكن بيشاركوا في رايهم، بيشاركوا بافكارهم، فبناخد. صحيح. الكلام ده وبنحسن ادائنا طول ما احنا ماشيين. استاذ شريف، يمكن بيفضل معانا هنا عنصر مهم جدا في استراتيجيه البنك، يمكن هو بيتشابك مع كل القطاعات ومع كل العناصر الأخرى في استراتيجية البنك، وهو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي. هنتكلم عليه بالتفصيل مع حضرتك، لكن بعد ما نرجع من فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، ونكمل كلامنا عن دور البنك العربي الإفريقي الدولي داخل السوق المصري، وإيه اللي بيحصل داخل البنك من تطوير. أستاذ شريف، يمكن كان من أهم العناصر أو من أهم محاور الأساسية لاستراتيجية البنك هو فكرة التطور التكنولوجي، وده يمكن اللي بيساعدك في أنك تحقق أهدافك في القطاعات الأخرى ويمكن المحاور الأخرى لاستراتيجية البنك.
التطور التكنولوجي النهارده في البنك مبني على ايه؟ البنك بيعمل خطوات ايه علشان يتطور تكنولوجيا؟ وايه النتاج؟ يعني ايه الخدمات اللي هتطلع للمواطن وامتى؟ اولا اللي احنا موضوع التحول الرقمي بالنسبه لنا هو مش بس ينعكس على العملاء في نوع المنتجات اللي هنقدمها بس هي احنا بنسميها يعني تحول رقمي من الداخل ومن الخارج. من الخارج يعني هو البنيه التحتيه جوه البنك بالظبط صحيح واللي هيوصل للعميل هي بالظبط. فتبقى هي يعني منظومه متواصله، العميل هيحس بمنتجات مختلفه او هيلاقي منتجات مختلفه لكن استخدامه للمنتجات دي وتعامله مع البنك في وراها شغل كبير بتاعه هيبقى احسن وادق كتير جدا. فبالتالي عشان نعمل ده كان لازم يتغير النظام التشغيلي للبنك كله. الحقيقه ده مشروع تم من فتره طويله، من يمكن من 5 سنين ابتدوا الاداره السابقه حتى يمكن ابتدت فيه، لانه اكيد كان ده توجه في كل البنوك في مصر يعني. يعني هو واقع النهارده. واقع النهارده بالظبط. فاحنا ابتدى الحقيقه المشروع ده من فتره من 5 سنين تقريبا، واحنا طلع النظام التشغيلي الجديد في اكتوبر اللي فات، لكن دي بتبقى مرحله اولى. وعلشان يستقر النظام ده بياخد فتره يمكن بعد كده شهور عشان الحقيقه تستقر كل العمليات المصرفيه وكل التطبيقات اللي تم تركيبها في النظام التشغيلي الجديد ده. الحقيقه احنا كمان في حاجات كتيره بنعيد الديزاين بتاعه علشان يواكب تطلعاتنا في الفتره اللي جايه، عشان كده ده شويه عمل علينا شويه ضغط في الوقت وشويه تحديات في التعامل معاه، ويمكن العملاء شويه يعني بيحسوا بشويه ساعات مشاكل نتيجه لذلك. لكن احنا عشان حاجتين مهمين في الموضوع ده، احنا اخر السنه يكون خلصنا تماما الانتهاء من التحديثات المطلوبه في التطبيق او نظام التشغيل الجديد للبنك، وبناء بنيه تحتيه تستوعب تركيب تطبيقات مهمه جدا ومختلفه جدا تناسب مختلف شرائح العملاء سواء شركات او تجزئه مصرفيه. يعني هنوصل للعميل بايه في الاخر؟ بص يعني مبدئيا طبعا، ودي هي تغير على البنك العربي الافريقي، لكن حاجات موجوده في السوق. هي قبل اخر السنه هيبقى عندنا انترنت بانكينج وهيبقى عندنا الموبايل بانكينج. دول اكبر مشروعين دلوقتي احنا شغالين عليهم ان احنا نطلع بيهم في خلال السنه دي. بنحاول نكون في الربع الرابع، في حته ما في الربع الرابع، لكن احنا بنوعد ان شاء الله. عشان وبالمناسبه الموضوع ده عشان يتعمل يعني بيتاخد فيه فتره طويله قوي، احنا ماشيين على التوازي. يعني احنا بنحدث البنيه التحتيه وبنعيد تنظيمها وتحديثها ومش مستنيين انها تخلص عشان نعمل عليها التطبيقات، لكن احنا ماشيين بالتوازي بنعمل تطبيقات. وعشان نعمل كده الحقيقه بنستعمل بنسميه اوت سورسنج، يعني بنجيب يعني شركات من الخارج بتساعد البنك طبعا. تساعدنا ان احنا نطلع منتجات بسرعه ما نستناش عمليه التحديث. يعني اللي كان بيعمل تطبيق موبايل بياخد وقت، فما بالك بقى بتعمل بنيه تحتيه ولازم التطبيق ده يكون متوافق مع اللي بيحصل. طيب يعني في التطور التكنولوجي البنك هيبقى برضو بيقدم الخدمات التقليديه مع التطور التكنولوجي، ولا يبقى في تغيير في المساله دي؟ طبعا طبعا لازم هتبقى يعني كل المنتجات الموجوده سواء هتتحسن بما يتوافق مع التطورات اللي بتحصل في السوق، وكمان هنضيف ان شاء الله منتجات كتيره يعني جديده على البنك، و مش عايز اقول كمان جديد على السوق ان شاء الله. ان شاء الله يعني نتمنى نشوف دايما كل جديد المصرفيه، بس يعني في مجال الشركات كمان، حتى في مجال وخاصه التركيز على العمليات التجاريه والمدفوعات. ده مجال كبير جدا، واعتقد النمو والتقدم التكنولوجي في خارج مصر سبقنا بكتير قوي. فاحنا بنستهدف ان احنا ناخد الخبرات دي وناخد التطور اللي حصل ده ونطبقه عندنا ويستفيد منه عملائنا بدرجة كبيرة. لكن الأهم كمان من كده، احنا يمكن بنعيد تنظيم كل إجراءات العمل جوه البنك. يعني كل خطوة وكل سياسة جوه البنك وكل أسلوب عمل أداء لأي ده بيتغير دلوقتي وبيتطور، بنغيره بالكامل. يعني معينين شركة استشارية، شركة استشارية كبيرة من أكبر الشركات في العالم، بتعد لنا نظام السياسات الداخليه واجراءات العمل من الالف الى الياء. كل ده علشان ما ينفعش تبقى عندك حاجات حلول تكنولوجيه وعندك نظام تشغيلي بطريقه معينه وانظمتك الداخليه وسياساتك الداخليه تكون حاجه ثانيه صح ومش ماشيه معاها، يبقى انت بتخسر كتير قوي من استثماراتك. يعني تطوير جذري جوه البنك. جذري. طيب يعني نتمنى نشوف
قبل اخر السنه منتجات جديده، وفي الاخر كله ده بيخدم المواطن المصري وبيتماشى مع سياسه واستراتيجيه الدوله في التحول الرقمي والتحول الى مجتمع اقل اعتمادا على الكاش. يعني لما نتكلم برضو هنا، البنك المركزي عنده مبادرات مهمه في اطار التحول الرقمي ويعني تقليل الاعتماد على الكاش بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن المبادره دي لها علاقه بماكينات الصرف الالي، بالبي او اس اللي هي نقاط البيع اللي بتستخدم في المشتريات بالبطاقات الائتمانيه او البطاقات المصرفيه عموما. يعني البنك دوره ايه في هذه المبادره، واهميه النوع ده من المبادرات بالمناسبه هيساعد السوق ويساعد المواطن فيه؟ اكيد طبعا المبادرات دي مهمه جدا جدا، واعتقد ان المبادرات دي ما بين سواء اللي اطرحها البنك المركزي او اللي جت من الحكومه المصريه بصفه عامه هي اللي ساهمت في ان السوق عندنا فضل يعني صاحي وما حصلوش زي اللي حصل صحيح في موجه كورونا تحديدا اللي في المنطقه كلها يعني. فاحنا الحقيقه دي بالنسبه لنا دي كانت ساهمت زي ما قلت انه يبقى في نشاط في السوق قائم، وبالتالي البنوك قدرت تشتغل وقدرت يعني تتواكب مع المبادرات دي، والمبادرات دي ساهمت ان العملاء نفسهم يكونوا حركتهم التجاريه سواء اسهل واسرع تجزئه او سواء شركات فيها على الاقل مش عايز اقول نمو كبير بس يعني اسهل يعني بدل ما كنت بروح الفرع النهارده على الاقل يعني اقدر اعمل خدمات اونلاين، فده سهل السوق شويه. يعني احنا بالنسبه مثلا لخدمات الاي تي ام احنا بنحدث الشبكه بتاعتنا بالكامل. احنا عندنا فوق ال 400 مكنه تقريبا بيتحدث تقريبا 90 ده بتضيف خدمات جديده يعني مثلا. هي انا دي نقطه مهمه بقى استاذ مهيب، يعني حضرتك اشرت ليها الحقيقه، ان مش عمليه تغيير مكنه وخلاص، ودي تنطبق مع الكلام اللي قلناه في الاول على الخبره في التعامل مع البنك، مش بس الخدمات المقدمه بس كمان التعامل بيها، لان المكنه بنغير المكنات بس هنغير كمان اسلوب التشغيل في المكنه والمنتجات اللي ممكن تتعمل من خلال المكنه والتعامل مع البنك. خلي بالك احنا بنبص على مكنه الاي تي ام دي زي كقناه اتصال مع العميل، صحيح طبعا، زي الفروع زي الانترنت البانكينج والموبايل بانكينج، دي قناه اتصال 24 ساعه اكثر من فرع بالظبط. فبالتالي من الاهميه انها تكون بتناسب العملاء بتوعنا وعملاء التانيين اللي بيتعامل على المكنه بتاعنا، وهم عملائنا وعملاء اخرين زي ما احنا برضه عملائنا بيتعاملوا مع ماكينات بنوك اخرى. فبالتالي احنا دي بالنسبه لنا يعني توجه مهم وقطاع مهم جدا، سواء المكن او البي او اس بالنسبه للعمليات التجاريه واللي بنسميهم التجار، شريحه التجار، لان البنك برضه كان في الشريحه دي الحقيقه كان رائد في الشريحه. البنك بالفعل كان عنده المكن بتاعه داخل السوق، المكن بتاعه من فتره طويله، وكمان كان يستحوذ على نشاط التجار دول بشكل ايجابي جدا. فاحنا بنبني على الكلام ده ان احنا بنحاول نتوسع اكتر ونكبر العدد ونكبر الخدمات اللي بيستفيد منها التاجر واللي بيتعامل مع التاجر من خلال البي او اس. يعني عندي سؤال احب اختم بيه الحلقه، وهو يتعلق بالمسؤوليه المجتمعيه. القطاع المصرفي او البنوك والشركات مساله حسابات الربح والخساره بتبقى هي الوجهه الاولى وهي الحسابات الاولى، لكن احنا شفنا مؤخرا خلال السنين اللي فاتت الاخيره نشاط من البنوك داخل السوق المصري في ما يعرف بالمسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه، وشفنا كمان بشكل مكثف اكتر بعد جائحه كورونا البنوك بدات تدخل في مبادرات سواء من خلال اتحاد البنوك او البنك المركزي او البنوك نفسها انها تساهم بشكل اكبر في ما يعرف بالمسؤوليه المجتمعيه. اهميه القطاع ده من وجهه نظر حضرتك للسوق ايه، ودور البنك العربي الافريقي فيه ايه؟ وحقيقه المسؤوليه المجتمعيه يمكن حضرتك اشرت ان البنوك مكسب تركيزها مكسب وخساره، ده حقيقي، بس طبعا المسؤوليه المجتمعيه كمان هي على فكره هي بتؤدي الى المكسب. طبعا اذا مثلا نفترض ان احنا ناخد مثال كورونا مثلا، اذا ما حدش عمل حاجه وكل واحد يبقى مش هيبقى في مكسب، مش هيبقى في سوق، مش هيبقى بقى مكسب خالص، بالعكس يعني الحفاظ على المجتمع يعني وتطويره ودعمه يعني هتعمل خساره الحقيقه، مش بس مش هيبقى في مكسب، مكاسبك هتروح، لانك السوق ده لما يقف ولو يتعصب بشكل كبير احنا هنعمل مخصصات.
فاحنا هي الموضوع مترابط جدا. يعني المعادله الصحيحه يعني من وجهه نظر حضرتك هو انه اذا كان في دعم للمجتمع وتطوير المجتمع ده بيؤدي الى مكسب أكيد للمؤسسات. طبعا طبعا فهي هي يعني طريقتين لازم يشتغلوا مع بعض ما ينفصلوش، لان في الاخر ده بيؤدي الى نفس المكسب والخساره. المكسب زي ما حضرتك اشرت اليه، فاحنا بالنسبه لنا عندنا قناعتنا ان احنا لازم يبقى لينا دور، وكان لينا دور في الفتره اللي فاتت طبعا زي زملائنا في البنوك كلها وزي قطاعات اخرى، كله ساهم مع الدوله الحقيقه في موضوع كوفيد 19، وكان البنوك ساهمت سواء بشكل من خلال اتحاد البنوك او بشكل منفرد. يمكن احنا يمكن ساهمنا في انشاء مباني حجر صحي، ساهمنا في ان احنا نجيب اطقم حمايه للاطقم الطبيه اللي قائمين على اللي بيشتغلوا في المستشفيات الى اخره. وبالاضافه الى زي ما قلت لحضرتك من خلال اتحاد البنوك فيما يخص اللقاح استيراد اللقاحات اللازمه. بالاضافه الى توجهنا بقى بصفه عامه ناحيه التركيز على التعليم والصحه كتوجه اساسي صحيح. في المسؤوليه المجتمعيه، ويمكن لينا مساهمات في المنطقتين دول، لكن اكيد هتزيد جدا وهنشوف ليها التركيز اكتر. ويمكن لينا تعاون مع جامعات موجوده في السوق في مبادرات تختص بالابتكارات والافكار الجديده وتكوين شركات صغيره من الشباب اللي عنده افكار كويسه، ويمكن هنتوسع كتير في التوجه ده، بالاضافه الى الصحه طبعا والتعليم بشرائحه المختلفه. يعني فهي بالنسبه لنا هو توجه مهم وليه استراتيجيه، وهنبتدي تبان اكتر في السنه تقريبا من سنه 22 هيبان فيها توجه وبوضوح في الاتجاهين اللي انا قلت لحضرتك عليهم ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لا شكرا استاذ اسماعيل جدا. اعزائي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا النهارده، وبشكر الاستاذ شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الاداره لبنك العربي الافريقي الدولي. بشكركم طبعا على حسن المتابعه، ونشوفكم في حلقه جديده الاسبوع القادم من بنوك واستثمار. الى اللقاء.